مدرب الزمالك فيريرا فيريرا عنده نهاية. نهاية، ايه ده يعني ممكن يرحل عن يعني الزمالك؟ ممكن يبقى يرحل عن ينهي التعاقد او ينهي التعاقد معاه. وده هيبقى يعني في لمصلحته نهاية ولا مش تعاقد لمصلحته؟ ممكن يبقى في مصلحة الفريق، يعني ده ما هينهوا يبقى في مصلحة للفريق. ما هو ده يعني مش فيريرا. شرط، يعني احيانا بتبقى القرارات يعني ما يعني انا زي ما قلت لك انا معليش قوي، فما اعرفش الاحداث لكن فيريرا عنده والتفاصيل. نهاية، ده الشيء اللي الأكيد. رقمه بيقولوا انه عنده نهاية، نهاية تعامل، نهاية تعاقد، شكل يعني تغيير حتى لشكل الحياة والاسلوب بالنسبة له. منتخب مصر هيعمل ايه في ساحل العاج في كأس الأمم الأفريقية؟ لا ده سؤال انا ما اقدرش ارد عليه خالص، لانه مش ملوش دعوه بالابراج. انا لما باجي اتسال في اي ماتشات بقول لهم ابعتوا لي اسامي الفريقين واللعيبه واقعد احسب يعني ليها قصه طويله، طب فما حظ اقدرش. المنتخب بوجه عام. شوفي انا بس يمكن اللي حاسباله هو المدرب بتاع المنتخب، واللي شايفاه انه برضو عنده نهايه، يعني خلال 2023 ممكن يبقى في عنده نهايه تعاقد أو نهاية مرحلة، يعني بينهي مرحلة من حياته. المنتخب المصري مش بينهي، لا المدرب المدرب بتاع المنتخب المصري بينهي مرحلة في حي في يعني حياته. في حياته، فهي يعني ممكن ممكن يعني يكون في ممكن مدرب ينتهي جديد. التعاقد بتاعه، ممكن ده وارد. يعني ممكن فيتوريا يمشي ممكن في 2023. ممكن اتحاد الكرة اخباره ايه طيب؟ لا مش عارفة مين اتحاد الكورة. انت عامله زي لاعب مش انا ما الرياضه اعرفش بس، في يعني الكورة، بنحاول بس يعني نفك بسمع الخط اسامي بالظبط. فاحسب لها. لو عايزة تعرفي ممكن اقول لك مين الاسوأ حظا في اللعيبة برضو اللي انا حسبت لهم. مجدي أفشة وعمرو السولية. مجدي قفشه وعمرو السوليه اسوأ حظا فانا بقول لهم يعني في 2023. برضو مجدي يتحكموا، قفشه وعمرو السوليه خدوا بالكم. يجتهدوا ويعملوا يعني يحاولوا يضعفوا الحذر ويضعفوا الاجتهاد في 2023. انا عارفه هحاول افسر كلمه انه يوصل نهايه ده بطريقه ايجابيه، انه يمكن يوصلوا للنهائي حاجه يمكن مثلا يعني ينهي مرحلة نجاح فان نجاح ما يوصلوا نهائي يمكن نهائي بطولة مثلا، يعني هي يبقى حاجة حلوة. هو علم الأرقام يعني ما بنحسب بيديكي يعني مش ما بشوفش مستقبل، احنا ما حدش بيشوف المستقبل، اي يعني مش حتى كورة وبشوف هيجرى ايه، لكن هو اللي بيدينا مؤشر يعني زي مانشيت كده. اوكي مع مجرد بوينت سيديالنا، فالبوينت اللي مديها للمدرب المنتخب انه نهاية مرحلة بس، يعني بس ما هو بتدي بقى الارقام دي وهقول بتدي حاجة قيمه سلبيه ولا قيمه ايجابيه؟ اصل النهايه دي ممكن تبقى نهايه ايجابيه ممكن تبقى نهايه لا سلبيه. هو عنده حظ في السفر، فاحنا لو حسبناها يعني هو برضو من ضمن الرقم بتاعه انه الحظ بيحالفه في السفر.